العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي إلى الله. إن الله بصير بالعباد، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة، وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا بدورا يا بدورا غالها الخسف لكن لم تزل في الهدى بدورا تماما، حاولت نقصها العدا فأبى الرحمن إلا لنورها الإتمام، حر قلبي لسادة أزكياء في الطوامي خلدوا أعوام، أرهق الطفل والمراهق منهم بالملمات يقظتان ومناما، يا أرضع طفلهم لبان الرزايا، ويلي يا ويلي، وأعدوا له الحسام فطاما، يا قتلوهم شردوهم عذبوهم، قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذماما، لم يموت حتف أنفه من إمام منكم عاش بينهم مستظاما، بأبي من عليه جبريل حزنا، مأتما في السماوات قد أقام، آخر يقول لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا هم
مشتت النفو عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. مزقت يا دهر الخنا عصبة الأمجار بحوت لابا وبرض الطف لولا وبرض الغريب منه مسامرة وبغداد وما الرضا في طوس وديت إلى هنا. أنا مدريش جنات في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا وأيدي التشتيت وش لك عليهم يا دهر حتى استوفيت شلي جنى وياك حتى ما خدق ضاء ولا بلد إلا وفيها منهم رمايا منهم جماعة بكربلا يندفنا وبلا روس يا هي مصيبة مصيبة المدفون في طيور يا نازحا في طوس حيا الله حيا دهري رمان بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة فارغي من النوح بالي لكن أعظم علي لين عيني على حسين وأحسن واحد بطوس مغرب واحد ببغدايا واحد بسامرة وعني كلهم بعار أنا ما عندي إلا من سقاه السم في زايا بعد عندي بعد باقي البقية يا خليفة حسين الله يا الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارا وشفتيها بعينيك والسبب كله من الذي سقط جنينك ورث علينا الهضم والحسرات والنوح زهراء فايق السطح واحد ثلاثة ايام خلاك واحد على حماميل فوق الجسر جابك واما غريب الغادري بخيل داسه كم ولد يم حسين برض الطف مذبوح الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لشفاء المرضى وفك الأسرى وقضاء الحاجات والنصر والفرج، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد. الثاني يغفر الله لكم. هدية لمولانا صاحب الزمان ثالثة، بارك الله فيكم. ملامح الشخصية الإبداعية لدى سيدنا ومولانا صاحب الذكرى السيد محمد ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والمعروف عند الناس شهرة عظيمة بلقب سبع الدجيل. إن لهذا السيد مقام عظيم عند الله عز وجل، وجده المؤمنون، أي وجدوا هذا المقام من خلال علاقتهم به لما انحل على منطقة الدجيل، فكان حاميا لها من هجمات الأعداء والنواصب. كانوا يغيرون على بيوتات الشيعة ويضطهدونهم بالغارات التي يشنوها، ولما انحل هذا السيد ملتحقا بأبيه وأخيه قاصدا أرض سر من رأى، حل في هذه البقعة وقضى نحبه فيها شهيدا مظلوما. فلما أن دفن ما قصد أحد من الأعداء منطقة الدجيل بسوء إلا ورد الله كيده إلى نحره، فلذا عرف بالسبع الأسد المحامي عن هذه المنطقة. حينما نريد أن نقرأ ملامح العظمة والسمات الإبداعية التي ظهرت في شخصية هذا السيد الجليل، وهو شاب من شباب أهل البيت، من الشباب الرسالي الذي حامى ودافع عن الدين والمعتقد وعن مسألة الإمامة بكل ما أوتي من قوة حتى ضحى بنفسه في سبيل الله، نحتاج بادئ ذي بدء أن نتعرف على معنى الإبداع أولا، ما هو تحليل مفهوم الإبداع، ثم نحتاج أن ننظر في سمات وعناصر الشخصية المبدعة لكي يصبح البحث تربوي اجتماعي شبابي يناسب المناسبة التي نحن فيها. خلي جي أولا لمعنى الإبداع. يتصور الكثير من الشباب أن الإبداع يساوي الذكاء، وهذا تصور غير صحيح، فليس كل ذكي مبدع. أولا الذكاء ما هو، لنميز بينه وبين الإبداع. الذكاء إنما هو قدرة العقل على التجميع والتفريق. شوف، قدرة العقل على تجميع المسائل المتباعدة والنقاط المتعددة في نقطة محورية مركزية واحدة، وتفريع النقطة إلى نقاط متعددة والمسألة إلى مسائل متشعبة. قدرة العقل على تجميع المتفرقات وتفريق المتجمعات، هذا ما نعبر عنه نحن بالذكاء. ولذا يقسمه العلماء من أهل الاختصاص إلى قسمين،
يقولون أكو عندنا ذكاء موافق وأكو ذكاء مخالف، ما الفرق بينهما؟ يأتيك شخص فيطرح عليك هذا السؤال ليختبر ذكاءك من أي قسم هو، فيقول ما هو الدليل على أفضلية أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سائر الصحابة؟ هذا السؤال، أنت بماذا تجيب؟ مباشرة تقول حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث الطائر المشوي، حديث حديث، هذه الأحاديث المستفاضة والمتواترة عند أبناء المسلمين دليل على أفضلية علي صلوات الله عليه على سائر الصحابة. أنت وش سويت؟ في الواقع ما أتيت بشيء جديد. أي واحد تسأل شنو الدليل راح ينزل إليك حديث الغدير وما شاكل من الأحاديث، وهذا هو الذكاء الموافق، وصول للنتائج وتحقيق الأهداف، لكن عبر الطرق المألوفة والمعروفة عند الناس، بخلاف ذاك القسم الثاني ذكاء المخالف، ذاك هم وصول للنتائج وهم تحقيق للأهداف، لكن عبر طرق جديدة مبتكرة إبداعية لا تخطر في ذهن أحد. شوف، يجي واحد ويجيب على نفس هذا السؤال لكن بطريقة إبداعية جدا. كيف؟ هكذا يقول: احتياج الكل إليه واستغناء عن الكل هذا دليل، دليل على أنه أفضل الكل. شوف الطريقة، الأسلوب اللي ما يجي في ذهن أحد، هو وصل لنفس النتيجة وحقق نفس الهدف لكن بطريقة لم يسبقه إليها أحد. يقول كل الصحابة، بعد لا تقول إلا لحية طويلة ولا لحية قصيرة، ما من أحد من الصحابة إلا واحتاج إلى علي ولقبوه، هم سموه حلال، ما من معضلة وما من مشكلة عويصات المسائل إلا ويلجؤون فيها إلى حلال المشاكل، علي بن أبي طالب. وهو أبد يوم تعطل اتوهق في مسألة في معضلة، عقل علي مستقل بذاته ومحتاج يوم من أيام لا إلى صحابة ولا غير صحابة. هذا دليل، أي إنسان عاقل كيس فطن يقرأ تاريخ صحابة الرسول يوصل إلى أي نتيجة، كلهم يحتاجون إليه وهو محتاج يوم من أيام إلى حد. عاوشت بدليل أفضل من هذا؟ عجيب غريب أحوال هالأمة الإسلامية، وتعجب من من يتزيى بزي الفكر والمعرفة ويجي ألف كتاب وش يسمي عبقرية علي، الله خوش، ثم يردفه بكتاب آخر وإيش بعد؟ قال عبقرية فلان وعبقرية علان. يا عجب الله، انت كلهم سويتهم عباقرة، اللي يفتهم والما يفتهم، وين علي وين فلان وعلان؟ علي فوق العبقريات، علي فوق العقول، ولا يساوى بعقل علي أحدا، لا صحابة ولا غير صحابة. هذا مو كلامي ولا كلامك، وإنما كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قال: أفضلكم، أعلمكم، أحسنكم، أقضاكم علي مع الحق، علي مع القرآن. وش هالانتكاسة اللي حلت على الأمة الإسلامية يوم قدمت المفضول؟ وين تصف علي ويا واحد ما يعرف أي جانبه أطول من الآخر؟ أو يساوى علي مع شخص هو يقول عن نفسه: والله إن ربات الحجال نسوان في خدورهم لأفقه مني؟ أو يساوى علي مع شخص هو يقول عن نفسه: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن؟ أو يساوى علي مع شخص ويقول عن نفسه: لولا علي لهلكت، لهلك فلان وهلك أتباعه، أين الثريا؟ وإلى اليوم، إلى اليوم
مطمسين مغمضين دين دين هذا مو العوبة باجر وراء قبر مساءلة منكر نكير حساب كتاب قيامة جنة نار التفتوا عاد لما تبتوا تعون إذا ما خايفين على دنياتكم أخي خافوا على آخرتكم لما تبتوا تعون هاي النكبة التي ما بعدها من نكبة هاي المصيبة اللي ما بعدها من مصيبة أعظم مصيبة ابتلي بها الإسلام هاي الرزية التي حلت على الأمة احتياج الكل يقول انت عادة يخليها بين شرطتين أنا هي ما لدخالة في البحث إنما هي نفثة مصدور وعاشق لعلي احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل هذا القسم الثاني من الذكاء هو ما يساوي الإبداع أينشتاين صاحب النظرية النسبية يقول الإبداع هو اللعبة المزج بين العناصر المتباعدة لإنتاج وتوليد عناصر جديدة أما وقد فرقنا بين الإبداع والذكاء نأتي الآن لنتعرف على ملامح وسمات وعناصر الشخصية المبدعة في الحياة مجلة عالم المعرفة هاي الصادرة عن لجنة الثقافة في مجلس الأمة الكويتي عدد 126 خصص الباحثون هذا العدد لذكر العناصر بإسهاب وتفصيل نحن نقتصر على ثلاثة منها لأنها هي أهم العناصر الأول الذكاء يقول لك لكي تصبح شخصية مبدعة في الحياة لابد أن تتحلى بهاي العناصر أولها الذكاء هذا بحث أقول لك تربوي اجتماعي له دور كبير في سبيل النهوض بحضارة البلد الكل يحتاجه على مختلف المجالات والأصعدة الطالب مو كل من دخل جامعة قال أنا طالب جامعي كثير طلاب تقليديون لا هم له إلا تلك الشهادة العالية للحصول على وظيفة راقية ومرتب كثير من الموظفين مو كل من راح شغله صار موظف مبدع لا كثير موظفين تقليديون لا هم له إلا آخر الشهر الأم في بيتها يعني إذا تين اليوم تعيشين سنة 2000 وما أدري كم وبعد أفكار السبعينات معشعشة في راسك ما بتقدرين تزاولين مسؤولية ولا تقدرين تواكبين زمانك تحتاج المرأة اليوم أن تبدع في أساليب تنظيم شؤون البيت ورعاية الزوج وتنشئة الأولاد بما يناسب عصرها وزمانها وإلا ستفاجئ عقبات صعوبات قدامها ليس تفكرين أفكار العجائز لابد أن تبدع بأساليب تناسب عصرها وزمانها الذي تعيش الكل يحتاج أن يبدع موظف رئيس مسؤول حاكم امرأة الشاب في دراسته موظف في وظيفته فما هي هذه العناصر أول شيء الذكاء يقول لك لكي تصبح شخصية مبدع في الحياة لابد أن تحوز على نسبة من الذكاء لكن السؤال اللي حير العلماء هل لكي أصبح شخصية مبدعة لابد أن أحوز على ذلك الذكاء الحاد الخارق للعادة لو يكفي هذا الذكاء المألوف المعروف قالوا هذا كافي بل إن الدراسات والإحصائيات الحديثة تفيد أن الأذكياء ذكاء حادا غالبا ما يكونون غير مبدعين غير موهوبين في حياتهم العملية ليش؟ لوجود عقدة نفسية يعيشونها احنا نريد نفتش العقدة هاي ألا وهي عقدة التصلب الآراء والتزمت القناعات والجمود على الأفكار الخاصة غالبا ما يكونون هكذا الأذكياء الحادون ما يقبلون مناقشة ولا نقد ولا إبرام تقعد تحكي وياه يقول لك انت وينك ويني ما تقدر علي أنا أمتلك ذكاء حاد عندي عقلية جبارة ما تقدر تحط راسك براسي شوف فيجمل يتزمت انزين انت حفظت شيئا وغابت عنك
ومن شاور الناس شاركهم. لا يمكن للعقل أن ينمو إلا بالأخذ والرد والمناقشة والنقد والإبرام. فلهذا يقول دولة مبتلين بهالعقدة أذكاء الحادين لا يمكن أن يبدعون. يكفي هذا الذكاء الاعتيادي المألوف والمعروف وهو ما يقدر عندهم بحسب هاي المقاييس الحديثة مثل مقياس ستانفورد درجة 120 إلى 130 من قياس درجات الذكاء عند الإنسان. شوف كيف يطلع لك أحيانا طفل أبو 10 سنوات لكن يفكر بعقلية ولد أبو 12 سنة. هذا الطفل عقله يسبقه في الكبر بنسبة كم؟ سدس. يعني باكر يوصل عمره 12 يفكر بعقلية أبو 18، يوصل عمره 18 يفكر بعقلية أبو 21، وهكذا دواليك صعودة. العنصر الثاني المرونة. شنو معنى المرونة؟ هنا بحث لطيف خفيف يطرحه علماء الاجتماع. يقسمون الشخصية إلى قسمين، يقولون أكو عندنا شخصية مرنة وأكو شخصية نمطية. ما الفرق بينهما؟ من هو الشخص النمطي؟ هذا الشخص الجامد الثابت على حاله الذي لا يتغير لا يتطور، مبرمج على حركات روتينية ومتعود. يقعد لك أول صباح غير ملابسه وراح، يجي الظهر تعبان ياكل لقمة يقعد، كان أكو مشاوير شغلات يقضيها منا بالليل بسطات جلسات، يرجع متعب حط راسه نام، صبح راح بالليل نام، سنة سنتين 10 20 هذا هو. تجي تقعد وياه تسولف تشوف هاي أفكاره هاي تطلعاته هذا مستوى ثقافته في الحياة. تغيب عنه 10 سنوات تجي تقعد وياه شوفه هو هو على حاله ما تغير ما تطور، تقول انت وش فيك؟ وش هالحالة هاي؟ شو هالجمود اللي تعيشه؟ وش يقول؟ الله انا ما افهم، انا عقلي كله مقفل. ما تسمع الكلمة يجيبونها الشباب؟ ابغي افهم وأبغي أتعلم بس ما أقبض، ولا عاد تجيب لي واحد بعد يتحكى كلام منا ومنا أنا أسرح وأمرح، يدش الحكي ويطلع ولا أدري وش صاير. أخذت كتاب وأقعد أبغي أقرأ صفحة صفحتين وأطيح الكتاب على صدري ولا الصبح. العقل لا يتوقف أبدا. هاي كل حجايب هاي أعذار. أنت ما تبي تتطور أترميها على العقل. عقل الإنسان دائما وأبدا هو في حركة مستمرة دؤوبة لا يتوقف لا يتعطل. شوف توقف العقل لأقل من لحظة يعني موت الإنسان وفنائه. هاي السكتة الدماغية أجارنا الله وإياكم، من يوقف هالعقل خلاص جيّم بعد ما يقوم. كل شيء يمكن أن يتوقف إلا العقل شغال. حتى في النوم مساحة من العقل تعمل، أنت حين جالس ثابت ماكو شيء يتحرك فيك إلا عقلك لا يتوقف. فكر يحلل تخيل يستنبط يذكر يراجع يسرح خيالات خواطر ذهنية شوارد في اللحظة الواحدة بالمئات تخطر على لو تركب عداد ما تلحق على القضايا التي يتخيلها العقل ويفكر فيها. لكن قول هو نمطي ثابت روتيني هذا لا يمكن. لذا لابد أن تصبح شخصيا شخصيا مرينة أبديت عند نهم ملاحقة لمنتديات العلم والمعرفة يلاحقها يطاردها لأن الحكمة ضالة المؤمن ما يهدأ إلا بالوصول إليها. هذا يمكن أن يبدع. العنصر الثالث الاستقلالية.
هاي عناصر ثلاثة: ذكاء، مرونة، استقلالية. هنا في العنصر الثالث أكو دراسة حديثة صادرة توجع القلب وتصدع الرأس، وانت عاد تحمل شوي، لا إذا ما تحط إيدك على الجرح وتهجس الألم لا يمكن التفكير في العلاج. هذه الدراسة تتكلم عن عقول العرب والعقلية العربية بشكل خاص، تأخرت، تقهقرت إلى الوراء، تخلف صار عندها عن سائر العقول الأخرى والشعوب المختلفة بنسبة كم؟ 3 دقائق حسب هاي المقاييس الحديثة التي تعرض. يمكن واحد يقوم الحين يقول ويش عاد كان له 3 دقائق بنلحق بنطوف. لا، هاي إذا صدقت هالدراسة تسوي طامة، تسوي معضلة كارثة على الأمة العربية. مو 3 ولا 2 لحظة. شوف إذا يعيش الذهن تخلف مقدار اللحظة عندهم كفيلة هاي اللحظة بهلاك الإنسان وموته، وهي التي تقدر بلحظة إطلاق الرصاصة. إذا ما يتخذ عقل قرار صائب سريع في هذا الظرف الخطير المفصلي، إذا ما يشي راسه تحوشه تقضي عليه بعد مو اللي يتأخر 2 أو 3. السبب لماذا تأخرت عقول العرب عن عقول الشعوب والأمم الأخرى؟ قالوا لابتلائها بمرض. شنو هالمرض هذا؟ التقليد، المحاكاة، التبعية للأجانب والأعاجم في كل شيء. وهذا السبب أنا أشوفه، ما أدري أنت وش رأيك، بس أنا حسب تصوري صحيح. صرنا كل التبع، نتابع. ليش؟ لأنه أريح. ويش تدوخ حالك وتتعب نفسك؟ أكو الدنيا بخير وكل شيء جاهز، أكلنا اليوم قاموا يأكلونا إياه، حطونا في معلبات وهاكم أكلوا، حتى لباسنا قاموا يلبسونا، لغتنا قمنا نستعير إلنا لغة ثانية نتكلم فيها. انزل أنت اخذ لك جولة، خصوصا اقصر نظرك على مجتمع الخليج، تجده مجتمعا مستهلكا غير منتج، بس ناكل بس نحرق. أما وش سوينا؟ وش أنتجنا؟ ماذا قدمنا؟ تمشي في شوارع الخليج اليوم تجد نفسك تماما وكأنك تمشي في شوارع نيويورك، محطاتنا ومطاعمنا وشركاتنا، حتى لغتنا لا نعتز بلغتنا بثقافتنا بديننا بقوميتنا أبدا، سياستنا اقتصادنا. ولذا ستبقى هذه الأمة العربية تابعة لأمريكا وقوى الاستكبار ما دامت خاضعة للدولار. لحين ما مالك اقتصادها بيدها، مع أنها هي التي تضخ رؤوس الأموال وتغذي العالم، هي عجلة العصب الاقتصادي هي التي تحركها. لا سياستنا بيدنا ولا اقتصادنا، كلها تيجي جاهزة من عمسام وأبو ناجي، وهي ديكورات معلقة لا تهش ولا تنش. وش تفكر يعني؟ والسبب ماذا؟ الراحة والدعاء. كلنا ندور على الراحة، ما أريد نتعب حالنا، مع أننا نمتلك مختلف المواهب الإبداعية والطاقات الجبارة. ش ما تريد تحصل؟ إن تكلمت على مستوى أمة إسلامية أو أمة عربية أو حتى على مستوى بلد صغير، على مستوى الطائفة الشيعية الشيعة مو قليل،
الشيعة أثبتوا جدارتهم وأثبتوا وجودهم في مختلف المجالات، في السياسة، في الإدارة، في الاقتصاد، وأسسوا دولة 30 سنة وقفت على رجليها رغم القطيعة والحصار، الكل قاطعها وإلى اليوم رافع راسها حتى أذعن لها أهل الشرق والغرب بأنها قوة لا يستهان بها في العالم. إيش ما تريد عندك؟ تبي فقهاء، علماء، شعراء، أدباء، سياسيين، مهندسين، محللين، مثقفين، أكاديميين، الكل موجود. مواهب إبداعية منذ الصغر رأيناها عند شبابنا من أيام الابتدائية. يعطينا الأستاذ حصة الإملاء وتعال شوف هالشباب يكتب لك موضوع متكامل، لغة أدبية نزيهة، أفكار متسلسلة. يطلع من مدرسة يرمي القلم، خصومة أكو، عداوة بين شبابنا والقلم، ما يكتبون ما يدونون. بالله عليك شاب جامعي 30-35 سنة ما في جيبه قلم، وش تسوي وياه؟ وش تكلمه يعني؟ يقولك ما أحتاج، أول كنا نسجل أرقام تلفونات، الحين سيب الرقم. هو هاي حرمة القلم يعني، نون والقلم وما يسطرون. ليش ما تكتب؟ ليش ما مو أنت كانت لديك المهارة منذ الابتدائية من أيام المدرسة؟ كان أنت حالاتك تصير من أكابر أدباء البلد لو نميت هذه المهارة ولو واصلت في هذا الطريق. وجرايد واجد، صحف، وش يشحن حكي؟ وإحنا إذا ما تقدمنا وإذا ما كتبنا تجيك الأقلام المسمومة والأصوات النشاز. إحنا سببنا لروحنا بعد، إحنا هم فتحنا المجال في الرسم، في الفن، يرسمون إلك ذاك الفن التشكيلي، إبداع، يرمي المهنة أو المهارة ويعزف عنها. مختلف مجالات في الأصوات، تعشوفهم في المساجد والاحتفالات، في مواكب العزاء، شباب صغار شوفنا الأصوات الحلوة. يكبر تقول لي تعال حبيبي أنت شخصية مثقف، مؤمن، متزن، أخلاق، تعال هذا المنبر عندك، المآتم الضج، روح سايل إدارات المآتم بالهواش، يصير ضرب مضارب، ما في لك، ما نحصل، قمنا نستورد لأن خطباء من الخارج، هاي بلد الخطباء، شنو عندنا عاجز ناقص؟ تعال اصعد. ويني وين أطلع هالعتبتين؟ وإيش أقول للأوادين؟ ما أقدر، أخاف. شباب 30 سنة تريد توقفه في منصة احتفال، القي قصيدة والله، سوي عرافة والله، عزرائيل ينزل ولا توقفني قدام الناس. شو وين راحت المهارة؟ وين الموهبة؟ ما كنت توقف أنت أمام الطلاب في منذ الصغر، وين الجرأة؟ لا تتلعثم، لا تتلجلج، أين ذهبت هذه الموهبة التي كنت تمتلكها؟ سبب لا أستاذ يدري، ولا أب، ولا مجتمع، ولا وزارة تربية، ولا حكومة، تموت هذه المواهب الإبداعية وتنسحق. أنا حين قاعد أحكي وياك يمكن شقد عندي وعندك من مواهب إبداعية كنا نستطيع أن نخدم بها ديننا ومجتمعنا وبلدنا، راحت واندفنت ولا ندري وش كان عندنا وما عندنا. السبب كله غفلة عن بحث عن موضوع كهذا. كله نتحجج بالواقع، كله الواقع. وشو الواقع يعني؟ نازل من سماء لو طالع من أرض. أنا وأنت الواقع، إحنا الواقع. أنا لا أفهم للواقع شيئا غيرنا نحن، إحنا الواقع. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. فلنبدأ. أو هل سيكون واقعنا أشد من واقع اليابان
بلد خاض حرب عالمية دموية عسكرية نسفت بنيته التحتية من الأساس. راح خرب، ولكنه بلد كان يمتلك عزة بنفسه وكرامة بأبناء شعبه، انتفض انتفاضة عارمة ورفع راسه من جديد أمام مصاف كل الدول العظمى، أمريكا وغير أمريكا. تقدر تعيش أنت من دون اليابان؟ هذا بلد، هذا أنموذج للإبداع في الحياة. أو هل سيكون واقعنا أشد من واقع صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه؟ روح اقرأ، هو كتاب فقه، لكن من شدة الضغط والقهر اللي عاش في حياته يقعد يبث يفرغ آلامه وهمومه ويتكلم إليك عن ذيك الهجمات الغادرة التي حلت على هذا البلد منا ومنا، نواصب وأعداء يغيرون ويسفكون، لكن رغم كل الظلم اللي عاشه والاضطهاد الذي رآه أنتج وأبدع. هاي شخصية مبدعة، تروح حوزة تريد تصير فقيه ما تقدر إلا تقرأ هالكتابين، حدائق الناظرة جواهر الكلام، من دونهما لا يمكن لفقيه أن ينال الفقهاء. هاي سمنا شخصية مبدعة. شنو واقع؟ واقع، أتعرف واقعك أنت؟ أتعرف واقع هذه التربة الطيبة الطاهرة التي كانت منارة العلم في يوم من الأيام؟ يقصدها القاصي والداني من كل مكان يجون. اقرأ تاريخ، هاي بلاد شيخ يوسف، هاي بلاد شيخ ميثم، هاي بلاد سيد هاشم، هاي بلاد شيخ حسين، بلاد بلاد. فلماذا لا ينتفض الأبناء والأحفاد بثورة عارمة يعيد تاريخ الأمجاد والأجداد؟ هذا إذا أريد نثبت لنا وجود، بعد ما باقي اللي يحطونا خياش ويرمونا بحر. كل في مجاله، كل في مهارته، حتى الرياضة، حتى الرياضة. خلي يصير أكبر نجم كرة في الشرق الأوسط شيعي بحراني موالي محب لأهل البيت، هذا هم زين. كلهم، اللي خطيب في خطابته، واللي عالم في علمه، واللي طبيب في طبه، واللي فنان في فنه. ودائما وأبد لابد أن نثقف أنفسنا ونربي أبناءنا دائما على ثقافة الأهداف العليا. شوف، خلي يصير عندنا طموح، خلي يصير عندنا نظرة تفاؤل. أنا دائما أوصي الشباب، لا تنظروا للحياة بنظرة تعاسة، شقاوة، ألم. هاي النظرة السوداوية المعتمة لازم نبعدها. المؤمن ما يتهضم، المؤمن ما يتحلطم، هذا اللي كله متدمر وكله متضايق، لا تقعد وياه، بعد عنه يقتلك، لأن هو ميت من الداخل، هو لا يريد أن يتحرك، تعد عنه. الدنيا لا زالت بخير، بعد هي مستقبل زاهر، ما بين طرفة عين وانتباهتها يفرج الله من حال، هاي عاصفة وتهدأ. احنا هدفنا اكبر، قضيتنا اسمى، مشكلتنا اعظم. احنا مو قضيتنا فلوس ومراكز ومناصب، هذه نظرة يوبخها القرآن ومغانم كثيرة، بس هل تريدونه؟ ترى ما فيها فائدة، قومة وقعدة اذا على بيزة وخبزة، هذه ليست حركة مباركة، خليها حركة إلهية. هذا واجب، واجب، هذا فرع من فروع الدين، امر بمعروف ونهي عن منكر، تماما مثل الصلاة، مثل الصوم. انت اللي عليك تصلي والباقي على الله. هنا ايضا نفس الشيء، هذا ما نفهمه من كلام السيد الامام رضوان الله تعالى عليه، يقول انما وظيفتنا اداء الواجب. هاي نظرية التكليف اذا سامع عنها، وليست مسؤوليتنا تحقيق النتائج. مقاليد الأمور بيد الله عز وجل، وتجيك الألطاف وتجيك النفحات الإلهية، عاد بشرط إن تنصر الله، هذا الشرط الإلهي. فليست المسؤولية تحقيق النتائج، لا، أنت اللي عليك تأدي. شنو يعني ملينا وتعبنا وضاق خلقنا بس عاد يا ربنا؟ هذا منطق الهوان. المؤمن ما يتحلطم، المؤمن ما يتهضم،
المؤمن عنده قوة إيمانية تجعله يصارع الدنيا بمن فيها. هاي هي الشخصية الإبداعية. وإذا أردت أن تعرف شخصيات عديدة أكو مثل السيد الشهيد الصادق، هذا يقولوا عنه مبدع، هذا أبدع في مختلف مجالات الحياة، فقه، فلسفة، اجتماع، في التاريخ، في الأصول، قلب المنهج الأصولي، أحدث ثورة عارمة. وأكبر شخصية مبدعة في الحياة هي شخصية نبينا الأعظم محمد. هذا قمة الإبداع البشري النبي. وأي إبداع تطلب أكبر من هذا؟ الذي بعث في جاهلية جهلاء ظلماء، مو بشر، ذولا وحوش كاسرة كانوا في الصحراء في البراري، يئدون البنات، يأكلون العقارب والحيات، يقتاتون القدة والورق، أذلة، خاسئين. تصفهم الزهراء في خطبتها فتقول: كنتم على شفا حفرة من النار. وإجوا أنقذهم ورفعهم، سواهم أوادم. أي إبداع هيمن على الكرة الأرضية، ناوش قوى الاستكبار العالمي في زمانه. أكبر إمبراطوريتين الفرس والروم بجماعة من أصحاب حفاة مشاة بسعف النخل يريد يصارع الدنيا. وش هالإرادة الصلبة؟ وش هالعزيمة القوية التي ثبت عليها؟ يقول: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر لما تراجع عن هذا الأمر حتى أموت دونه. هذا إبداع. وهكذا أبدع الحسين سلام الله عليه، اللي وقف أمام الدنيا كل العالم وحيدا فريدا، ما حد وياه ذاك اليوم، كالطير متكسرة أجنحته، وأحدث الإصلاح العالمي. أكبر مشروع عالمي أممي حضاري إنساني هذا المشروع الذي، ولحين ما خلص مشروع الحسين، لا زالت كربلاء ما خلصت، كلها مؤسسات لا زالت تصدع. أنت تسمع صوت الحسين ليل نهار وشعارات الحسين ليل نهار، ما خلصت قضية. لا تقول ساعة وانتهت أو أرض بقعة وخلصت، لا. ولذا حق أن يقال: كل أرض كربلاء. سوى الأرض كلها كربلاء، وسوى لي الدنيا كلها عاشوراء. هذا كله مشروع الحسين. وهكذا أبدع سائر الأئمة صلوات الله وسلام لحمل تلك القضية العظمى، القضية الكبرى. إحنا قضيتنا مو فلوس ولا مناصب، لا، نحن نسعى لتأسيس تمهيد تلك الدولة العالمية العادلة، ونضحي بأرواحنا من أجلها، وننادي كل يوم: اللهم إنا نرغب إليك في دولة. هذا الهدف، هذا الهدف الذي نسعى إليه، وهذا الهدف الذي من أجله ضحى كل أئمتنا وكل سادتنا، وواجهوا الظلم والاضطهاد، من بينهم الإمام الهادي سلام الله عليه، الذي أشخص إلى أرض سوري من رأى، وأشخص معه ولده الإمام الحسن العسكري 3 سنوات، فلحق بهم السيد محمد، وكان صاحب جلالة ومكانة، حتى ظن الشيعة أنه هو الإمام من بعد أبيه، ولكن الله أظهر شيئا قد خفي على الناس. وهذا معنى البداء بعبارة موجزة، البداء إظهار صحيح، لكن إظهار ما خفي على الله، والعياذ بالله. ولا أطفال الشيعة يعتقدون بذلك، لأنه عالم بحقائق الأمور قبل أن تقع وبعد أن تقع بكلياتها بجزئياتها بلطائفها، يعلم خائنة الأعين. أحد يقول هذا الكلام؟ إنما بدا إظهار للناس ما خفي عليهم. كانوا يعتقدون أن الإمام بعد الهادي عليه السلام هو السيد محمد لما رأوا من جلالة شأنه، وكان الإمام الهادي يرمز إلى ذلك، تستر على هالقضية يريد يحافظ عليها، لأن كلما اقترب الزمن من الإمام الثاني عشر يشتد الحصار والخناق على الأئمة سلام الله عليهم. فيقول: إذا يعرفون أن الإمام الحادي عشر هو الحسن العسكري، ترى يصفونه يقتلونه، يريدون يقتلون المهدوية قبل أن تولد. وبالفعل ظنوا أن الحادي عشر هو السيد محمد فقتلوه،
قتلوه. أراد الإمام الهادي أن يستر على ولده الحسن العسكري ليحافظ على ولي الله الأعظم، فوصل إلى منطقة بلد نواحي سري من رآه، وأصيب هناك بعلة حتى قضى مسموما شهيدا مظلوما. وضج أهل البلدة عليه بالنياحة والبكاء، فحضره أبوه وأخوه لتجهيزه والصلاة عليه. معروف في قضاء الحاجات صاحب الكرامات، هذا ما يقصد أحد ويرجع خائب أبد، سيد محمد. حتى دفن في تلك البقعة وصارت مأوى لأفئدة الشيعة. آخ آخ، حزن عليه الإمام الهادي حزنا كبيرا، وناح على ولده أيوة سيدا ومحمدا. بكل بلد وكل وادي من أولاده بدر ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شا. كل صباح وكل مسية ينفقد من ولد، شتتهم بالفيافي ولا يقاول البلد. خالية منهم منازلهم ولا منهم أحياء، بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم الأمصار. وحسين بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجايا، والذي بالسم غيله يا خلق ما ينحصر. ويا لبعض عندي بالمدينة وبعض هامه بالبرايا، وبعض حصل لهم مواره وبعض ما حصل قبو. كم جسد بالطف عاري وراسنا بخطي يدايا، وكم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شباب. وحسين من فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب كسايا، مهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسم. بعد والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدايا، عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة تجنى. ويا يا يا لننصب الماتم ما تقلل يا فجيعة، يا يا إلى اللي نذبح ضامي على صدره رضيعة، يا لولا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة. جعفر من المنصور يا سكل بليد، ويا لعان اللي ما حد في الخلايق مثلي مصاب. كم ولد شفت معفرين فوق التراية، يا وتفطر قلبي يا شيعي وراسي الشاب، ذبحه ورجالي في طفوف الغادري. أنا اللي ما حد ما حد تلوع في الخلايق مثل لوعي، أنا الشهيد اللي ذبحه بحجري
رضيعي يفحص على صدري ولا تهمي دموعي، يكسر الخاطر يجذب الون خفي، انا الشهيد بكربلاء يا المذبوح عطشا، وانا اللي صارت جثتي للخيل مادة، رضى وعظامي وعلقا وراسي على سنار وبنارهم حرقايا واخدور الهاشمي، يا ميتا ترك الألباب حائرة، بالعرى ثلاثا جسمه ترك، يا الله تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر امورنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ابعد ايدي الظلم ان تصل الينا، اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه بجاه محمد واله سراج الظلمه. جماعتي الحاضرين والمؤسسين، اللهم احفظهم في انفسهم من يلوذ بهم الى ارواح موتانا موتاكم من مات على الايمان، بالخصوص إلى روح السيد طاهر السيد محمد، وإلى جميع شهدائنا الأبرار، لا تنسوهم هذه الليلة بالمغفرة والرحمة، نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.